هنا في الداخل خالد، داخل الفرنسي خالد، وكنا نتحدث يعني منذ عدة شهور على يعني أزمة الطاقة والوقود والكهرباء، التخوفات مع دخول فصل الشتاء يعني من انقطاع مستمر للكهرباء في عدة مناطق في فرنسا. كيف تبدو مثل هكذا نقطة في التفاصيل في فرنسا؟ الحقيقة يعني حسني تداعيات الأزمة الأوكرانية على الداخل الفرنسي بصفة خاصة على المجال الاقتصادي وارتفاع كبير جدا في الأسعار وزيادة نسبة التضخم وتخوفات أن تتحول هذه الأزمة من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية هي واردة، والفرنسيين يستعدون للاحتفال بأعياد الميلاد، تخوفات كبيرة جدا كانت قد أعلن عنها طبعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفي فيران عن إمكانية انقطاعات محتملة في الكهرباء، ونحن في فصل الشتاء وانخفاض كبير جدا حسني أنا أحدثك، ودرجة الحرارة 4 في بعض المناطق وصلت إلى 2، وفي بعض المناطق جبال الألب هناك اليوم نزول للجليد وطبعا الثلوج. هذا الشهر هو من الأشهر الصعبة، وشهر يناير يتحدثون أيضا أنه ستحدث الكثير من الانقطاعات في مجال الكهرباء، التخوفات قائمة، والجميع ينتقد يعني تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية بأنه طالب بالمزيد من الترشيد في الاستهلاك. هذا الترشيد في الاستهلاك لا يمكن أن يعني يمنع انقطاع الكهرباء، وبصفة خاصة أن هناك 22 محطة نووية هي ما زالت في إطار التصليح وفي إطار عدم الدخول في الخدمة مرة أخرى.